بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة ثانية من محاضرات السكال اللي هي الجمجمة، راح نتناول بها جزء محدد اللي هو النيوروكرانيال. احنا عظام الجمجمة في المحاضرة السابقة قسمناها قسمين، اللي هنا نيوروكرانيوم اللي هي تحيط وتغلف الدماغ، والفيزيروكرانيوم او هي العظام التابعة للوجه. هاي المحاضرة راح تكون مختصة بالنيوروكرانيوم اللي هن 6 عظام مسؤولات عن تكوين المنطقة من الجمجمة اللي تغلف الدماغ. أول عظم من عدهن هو الفرونتال بول أو العظم الأمامي، هذا صورته، هي العظم اللي يصيب مقدمة الجمجمة نسميه الفرونتال بول. Contain the frontal paranasal sinus. العظام اللي هي ما حول الأنف بصورة عامة بيها فتشي نسميها الساينس. الساينس بصورة عامة هو خلينا نقول blind end tube، يعني مثل التجويف مفتوح من جهة واحدة، هذا نسميه ساينس. أي مكان بالجسم يسمى ساينس. عندنا فتشي فيسيولوجيكال، فتشي طبيعي موجود بجسم الانسان اللي هي يسمونها الساينسز او البارا نيزل ساينسز. بارا معنى ما حوله، ونيزل انف، وساينسز اللي هي هاي التجاويف ما حول الانف. فعندنا العظام اللي حول الانف او اللي تشكل الانف بيها ساينسز مثل الفراغات، كل وحده تتسمى حسب العظم اللي موجوده بيه. فالفرونتال بون بالفرونتال بارا نيزل ساينس has two primary centers for ossification along the frontal suture. احنا تذكرنا بالمحاضرة السابقة قلنا هو بالطفل يكون اكو ميتوبيك او فرونتيك او فرونتال سوتشر، اللي هو عبارة عن الفرونتال بون بالبداية يكون مثل العظمين، وبعدين كل واحد يبدي يصير ossification بحده، وبعدين يلتحمن مع بعض ويسوينا عظم واحد. Help form the foramen cecum which allow passage of an emissary vein that connect to the superior sagittal sinus. بالدماغ اكو عبارة عن توسعات دموية بالveins نسميها sinuses، وإلها تسميات superior sagittal وغيرها. المشكلة انه خلال من خلال عظم هذا الفرونتال بون اكو فتحات نسميها الفورامنا سيكم، فتحة هسه نشوفها بالصورة، هذا الفرونتال بون مثل الامام، هذا من الاسفل يكون جزء من الجمجمة وجزء من الانف، وهاي الساينس اللي هي الفتحات. فهذه اللي قلنا عليها فورامنا فتحة، يعني فورامنا سيكم. هذه راح يعبر من عندها فينز من الأنف إلى الفينز مال الدماغ، ولذلك هاي المنطقة تكون كلش خطرة بانتقال الالتهابات والعدوى والخمج وغيرها، لأنه تنتقل للفينز مال الدماغ مباشرة. There is one frontal bone. نعرف إحنا الفرونتال بون هو واحد، صح بالبداية يتكون من جزئين بعدين يلتحمن ويصير بون واحد. نجي بي بارت، بي الفرونتال بون بي أجزاء. أول شيء السكويموس بورشن أو الجزء المسطح. The largest part of the frontal bone هو أكبر جزء. Form the majority of the forehead ويكون الجزء الأكبر من مقدمة الرأس، الفورهيد اللي هي الجبين بالعربي. Form the supraorbital margin and supraciliary arch. ذني هسه نشوفن بالصور اللي هي فوق العين، عندنا مثل النتوءات اللي هي supraorbital margin اللي هو الحدمة فوق العين مباشرة، واللي أعلى من عنده اللي هو هذا نسميه سوبر سيلياري ارتش. فذن السوبر سيلياري ارتش والسوبرا اوربيتال مارجن هنا جزء
من الفرونتال بون. أراكنويد فوفا هي depression caused by arachnoid granulation that push on the dura mater during bone resorption on the causing العفو bone resorption on the endocranial surface. يعني endocranial surface يعني على السطح الباطني السطح الداخلي راح يتكون عندنا granulation التكتلات، وهذه التكتلات راح تدفع نفسها ضد على العظم وتسوي بيه حفر depression نسميها arachnoid fovea. موجودة هسه نشوفها بالصورة. ها هذه مثل الحفر موجودة على الجمجمة من الداخل نسميها arachnoid fovea. هذا الجزء الأول. من عنده الثاني نسميه الاوربيتال بورشن او الجزء العيني. forms the roof of the orbit and the floor of the anterior cranial fossa. هذا الجزء هو راح يكون السطح مال العين، سطح محجر العين، يعني اذا تشوفونه احنا جايين بوعلى من الاسفل فهو السطح هذا السطح الجزء العلوي من محجر العين هو من الفرونتال بون، وهو نفسه هذا راح يكون عبارة عن الجزء السفلي اللي هو هذا للانتيرير كرانيال فوس. احنا هسه من باعه للجمجمة من الاعلى فهذه بوستيرير وميدل وانتيرير فوس، فوس يعني حفر انتيرير كرانيال فوس. ذني الانتيرير كرانيال فوس جزء من عدها هو الفرونتال بون. النيزال بورشن articulate with the nasal bone and the frontal process of the maxilla to form the root of the nose. وقلنا هو جزء من عنده هو راح يكون الانف اللي هو هذا الجزء راح يتمثل مع باقي عظام الانف ويكون الانف. فعندنا سكويمس بورشن هو الكبير، عندنا الاوربيتال بورشن، وعندنا النيزال بورشن. نجي على العظم الثاني اللي هو البرايتال بون. بالبداية خلينا نشوفه بالصورة حتى تكون عندنا فكرة واضحة عنه. هذا هو البرايتال بون، هذا الأخضر اللي هو كون جزء كبير من الجمجمة نسميه البرايتال بون. forms the majority of the cranial vault، يعني الجزء العلوي من الجمجمة أو طبقة الجمجمة هو يكون الجزء الأكبر منه. provide for the attachment of the temporalis muscle، عندنا عضلة نسميها التمبوراليس تتصل بهذا العظم. the four corner of the parietal are not ossified at birth and give rise to the fontanelles. نقلنا الفونتانيلز هي ممبرين أصبار يعني سوتشر بعد ما كامل بالطفل، فالمكان بين العظام مرات يكون على شكل ممبرين نسميهن الفونتانيل. فعادة أجزاء الأربعة أو زوايا الأربعة هي راح تكون الفونتانيل. وعندنا تو برايتال بون، يعني واحد رايت وواحد ليفت، مو نفس الفرونتال بس أمان بس واحد هذا اثنين. فقلنا هو بي فور أنجل، عندنا الفرونتال اللي هي located at the brigma اللي خدناها بالمحاضرة السابقة، عندنا السفينويد انجل اللي هو located at the pterion هم خدناها بالمحاضرة السابقة، الاوكتابيتال وهو located at the limbe and the mastoid واللي هو located at the asterion. الاسترion هو عندنا 3 cranial bone meet من يلتقن ثلاث عظام من الجمجمة اللي هو البرايتال والاوكسيبيتال والماستويد بورشن اوف ذا تمبورال. لان من يلتقن راح يكون الاسترون. هاي الصورة توضحهن. هذا قلنا عليه البريغما اللي هو الفرونتال ويا تو برايتال. هذا التيريون اللي هو قلنا فور بونز هنا يلتقن، وهذا ويكست بارت اوف ذا سكال اللمدة اللي هو ويا الاوكسيبيتال بون، وعندنا هذا الاستريون اللي هو الاوكسيبيتال
والبارايتال والماستويد بروسس اللي هو هذا راح نجي عليه الاخر او ذا تمبرال مونيك. نجي للعظم الثالث اللي هو الاوكتيبيتال بون فورم ذا بوستيريور بارت اوف ذا كرينال بون، اكيد هو الجزء الخلفي. ارتكوليت وذ ذا اطلس اللي هو السي 1 اللي هو الفيرست سيرفايكال فيرتبرا الفقره العنقيه الاولى تتمصل ويا الاوكسيبيتال بون. هو عندنا اوكسيبيتال بون واحد، هات نشوفه بالصوره. هذا حتى قاعد احنا ننظر للجمجمه من الخلف، هذا اللي هو نسميه الاوكسيبيتال بون. هسه نجي على البارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، عندنا السكويموس بورشن، عندنا اللاترال بورشن والبيزلر بورشن. سكويموس بورشن ارتكوليت وذ ذا تمبورال اند بارايتال بون، فهو راح يتمصل مع التمبورال بون ومع البارايتال بون. The largest portion of the occipital bone، ودائما كلمة سكويموس معناها المفلطح ويكون أكبر جزء من العظم، فهو largest portion located posterior and superior to the foramen magnum. foramen magnum هسه احنا قاعد ننظر لل occipital bone من الأسفل ومن الخارج. foramen magnum اللي هي أكبر فتحة موجودة بأسفل الجمجمة اللي يعبر من أتها الحبل الشوكي نسميها الفورامينا ماجنم. فهو يقول located posterior and superior to the foramina magnum، فهو راح يكون أعلى وللخلف من الفورامينا ماجنم. has the external occipital protuberance اللي هو more pronounced in male. عندنا فدنتوع عظمي موجود للخلف اللي هو هذا نسميه external occipital protuberance اللي هو نتوع عظمي موجود في خلف الرأس ويكون أوضح عند الرجال. هذا superior and inferior knuckle line، هذا inferior and superior knuckle لاين اللي هي مثل النتوءات او حفر خلينا نقول خطيه موجوده في مؤخره الراس. Has grooves on the internal surface for three sinuses forming the confluence of sinuses اللي هن السوبيريور ساجيتال والرايت والليفت ترانسفيرس ساينس. احنا قلنا بالدماغ اكو توسعات للفين نسميها sinuses، ف على السطح الداخلي مالته اكو نتوءات لمنطقه يسمونها كونفلوينس اوف ساينسس اللي هي منطقه تتجمع بها هذه التوسعات مال الفين يسمونها كونفلوينس اوف ساينسس. وين موجوده؟ موجوده هسه هذا العظم مره ثانيه، هذا السكويموس بورشن من هنا، هذا البيزلر بورشن، وهاي الفورامينا ماجنم. فقلنا بي اللي هو confluence of sinus، بي depression حفر اللي هي نسميها confluence of sinus. The depression superior to the transverse line is for the occipital lobe of the brain. فقلنا هذا الترانسفيرس لاين الخط الأفقي بي، عندنا الحفرة اللي هي موجودة أعلى من الترانسفيرس ساينس، هذه هي الأوكسيبيتال لوب أوف ذا برين يعني الجزء الخلفي من الدماغ يقعد بيها، بينما الدبرشين أو الحفرة اللي موجودة تحت هذا الخط هي على مود المخيخ اللي هو نسميه السيربل. اللاترال بورشن أرتكوليت وذ ذا تمبورال بون، راح يصير تمفصلة مع التمبورال بون. It is the portion lateral to the foramen magnum، أكيد هو lateral portion الجزء البعيد، فيكون lateral to the foramen magnum اللي هي قلنا largest foramen اللي هي يطلع من الحبل الشوكي. Has the occipital condyle that articulates with the atlas، طبعا occipital condyle اللي هو هذا النتوء العظمي اللي راح يتمصل مع C1
C1 اللي هي الفقرة العنقية الأولى. Contains the hypoglossal canal B كانال أو حفرة يعبر من عدها اللي هو الهايبوغلوسال نير اللي هو واحد من الكرانيال نير. Forms a portion of a jugular foramen وعندنا فتحة ثانية نسميها jugular foramen اللي هي على مود الجيجولار فين اللي هي الفين اللي تجي من الدماغ وترجع للقلب، فهو راح يكون جزء من عدها. هذا قلنا من ساعة transversal cusp اللي هو هنا confluence of sinuses، جوا هنا راح يقعد cerebellum وفوقه راح يقعد occipital loop of the brain. منا هاي jugular notch منا تكون jugular foramen جزء من jugular foramen. فهذه نظرة إذا ننظر عليه من الداخل، وهذا شكله من الخارج، وهاي الهايبوغلوسال كانال. نجي على بيزلر بورشن ارتكوليت with the vitreous part of the temporal bone and sphenoid bone. هسه راح نجي عليهم ذني اللي هو vitreous part of the temporal and sphenoid bone. Is the portion immediately anterior to the foramina magnum. هذا راح يكون اللي هو الجزء اللي هو امام الفورامينا ماجنم. Pharyngeal tubercle is part of the basilar portion that provide attachment for the superior constrictor muscle. هذا فدي تيوبركل او نتوء عظمي نسميه فارنجيال تيوبركل، هو اللي راح يعني تنشا منه عضلات الكونستركشن العلويه اللي هي internal surface of the basilar portion is called the clivus and part of the brain stem lie against. المنطقة من عنده نسميها الكليفس اللي هو جزء من البرين ستيم اللي هو الجزء السفلي من الدماغ اللي هو مسؤول عن التنفس وغيره، راح يكون محاذي له. temporal bone اول شيء characteristics شنو صفاته. The paired temporal bone held from the base on the lateral wall of the skull. فهو راح يكون جزء من البيز قاعدة واللاترال وول. Contain mastoid air cell. هذه temporal bone بي mastoid process نسميه، فد نتوء عظمي كبير نسميه mastoid process، بيسمونها الاير سيل، بي مثل الفراغات يسمونها الاير سيل اللي هي هاي تساعد بتخفيف وزن الجمجمة. There are two temporal. أكيد عندنا two temporal bone. هذا temporal bone الأخضر. وهاي الماستويد air cell. طبعا temporal bone مو بس بامتداد للداخل ويكون لنا جزء من ال middle cranial fossa. بارت اول شيء عندنا سكويموس بارت، فمعناها هو اللارجست بورشن اوف ذا بون. 3 بورشن اوف ذا سكويموس بارت. هم السكويموس بارت هنا بي 3 بورشن اللي هو التمبرال والزايجوماتيك والجلينويد. التمبرال بورشن هو الثن لارج اريا اون ذا سكويموس بارت. اللارج ثن اريا هو نسميه التمبرال بورشن. Zygomatic process extend laterally and anteriorly from the squamous portion. It articulates with the temporal process of the zygomatic bone to make the zygomatic arch. يعني هذا temporal bone، هذا squamous portion، وقلنا أول واحد اللي هو temporal portion اللي هو thin large area اللي هي هذه temporal portion أو the squamous portion. نجي على هذا نسميه zygomatic process اللي هو ينتقل للأمام و
يتوصل مع make the zygomatic arch من خلال it articulate with the temporal process of the zygomatic bone. راح نجي عليه بالمحاضرات الجاية zygomatic bone. فبي بروسس يتصل مع هذا بيكون لنا مثل الارتش، مثل شبه يعني نصف الحركة. آخر شيء اللي هو الجلينويد فوسي هو inferior and medial to the zygomatic process. It articulates with the mandibular condyle forming the temporal mandibular joint. الجلينويد فوسي هي مثل يعني انبعاج للداخل. هذا الانبعاج هو اللي يكون لنا مفصل الفتي. هنجيب الفوسي راح نرجع عليها بعدين. البترس بارت form the solid portion of the bone. البترس بارت هو solid portion، الجزء القوي من العظم. الأوديتري والفستيبولار apparatus are located within the vitreous part. عندنا الأوديتري اللي هو السمعي والفستيبولار المسؤول عن التوازن. apparatus لأن الأجهزة موجودات داخل البترس بارت part of the bone. help separate the temporal and occipital bone occipital lobes of the brain. وراح يفصل التمبرال and the occipital lobe of the brain. It extends anteriorly and medially، يعني يتجه للأمام وإلى داخل الجسم. Internal acoustic meatus is observed on the medial side of the vitreous part. احنا الأكوستيك meatus أو الحفرة السمعية أو القناة السمعية بيها فتحتين external و internal، خارجية وداخلية. الداخلية هي موجودة بال medial part of the vitreous bone part of the bone. carotid canal lie on the inferior part of the vitreous part. carotid canal، هذه الكاروتيد canal، هذا هو الفيترس وهاي الكاروتيد كانال. On the posterior inferior surface of the vitreous bar lie jugular fossa. قلنا هي هذه الجوجولار فوسا اللي قريبة على كاروتيد كانال. The mastoid process extends posteriorly and has large mastoid area. مثل ما قلنا الماستويد بروسس هو جزء من العظم وبي لارج ماستويد، هذا الماستويد بروسس وبي اللي هو ماستويد اير سيل. تيمبانيك بارت هو plate of the bone forming the anterior, the posterior and inferior portion of the external acoustic meatus. يعني هذا التيمبانيك فشي تابع للاذن للسمع، ويكون لنا السطوح الانتيريور والبوستيريور الامامي والخلفي والانتيريور والسفلي من الاكسترنال اكوستيك ميتوس من حفره السمعيه الخارجيه. الستايلويد بروسيس هو بروجكشن اوف ذا بون، يعني بس امتداد للعظم قريب على الماستويد بروسيس. نجي وراء على السفينويد بون. form the majority of the middle cranial fossa. قلنا احنا الجمجمة من بعدها من الاعلى بها ثلاث حفر بالقاعدة anterior و middle و posterior. الميدل معظمها هو سفينويد بون. contain the sphenoid paranasal sinus. شلون الفرونتال قلنا بي حفر موجودة paranasal، هذا هم بي paranasal وهو one sphenoid bone. نجي هسه البارت
قبل البارت، خلينا نشوف شكله. السفينويد بون جزء قليل من عنده ظاهر، والباقي هو داخل الجمجمة. إذا هذا انباع من الأعلى، هذا هو السفينويد بون. السفينويد بون بي بارت، بي بودي، لسر جريتر وينج الجناح الأكبر، لسر وينج، وبي التيريجويد أو التيريجويد بروسس لبوين صحيحة. The center of the sphenoid bone اللي هو الجزء الوسطي، ولذلك نسميه center. Anterior portion of the body held the part of the nasal cavity، يعني هو يساعد، هذا الجزء الأمامي يساعد على تكوين جزء من تجويف الأنف. أهم شيء بيه هو superior part، الجزء العلوي مالته، نسميه cella torsica اللي هو saddle shape مثل السرج، and possesses the anterior and posterior glenoid process. هسه نشوفه cella torsica، هذا إذا نباوع حتى احنا من الأعلى، هاي مثل السرج نسميها cella torsica، وبي الجلينويد process. Hypoglossal fossa اللي هو the deepest part of the cella torsica houses the pituitary gland. عندنا الغدة النخامية الرئيسية موجودة داخل الدماغ اللي تسيطر على باقي الغدد، موجودة بفوق السله تورسيك. Body contains the sphenoid paranasal sinus، قلنا هو نفس البودي بالبارانيزال سينس، وبي الاوبتيك كانال is found in the body of sphenoid. الاوبتيك كانال اللي هي حفرة يعبر من عندها الاوبتيك نير اللي هو العصب، واحد من الكرانيال نيرف اللي ينقل الاشعارات العصبيه من العين الى الدماغ، يعبر من خلال حفره موجوده داخل البدي مال سفينويد بون. وراء الجريتر وينج الجناح الاكبر بي extend laterally and anteriorly from the posterior portion of the body of the sphenoid، يعني من الجزء البوستيرن الجزء الخلفي من عنده راح ينتقل راح يتجه نحو الامام. هذا اذا نشوفه من الجزء الخلفي وينتقل، هذا نسميه الجريتر وينج، وهذا نسميه اللسر وينج. اندوكرانيال بورشن هيلد فورم ا لارج بارت اوف ذا ميدل كرانيال فوسا، قلنا هو من الداخل هو راح يتكون جزء من الميدل كرانيال فوسا. انتيرير بورشن لايز ان ذا اوربت، وبعد والجزء الامامي راح يسوي لنا جزء من محجر العين. ب 3 فورامنا، ثلاث حفر اللي هنا نسميها فورامنا سباينوزا، فورامنا روتندم، وفورامنا اوفالي. اللتر وينج extend laterally and anteriorly from the posterior portion of the sphenoid bone. هسه شفناه بالصوره اللي هو هذا نسميه اللتر وينج. separated from the greater wing by the superior orbital fissure. اكو فشر او حفره بيناتهم هما اللي يفصل. الثيريجويد arises from the inferior surface of the body. There are two pterygoid processes who each has lateral and medial pterygoid blades. الجزء هذا هو يتجه نحو الاسفل. اذا نباع على العظم هاي الصورة نحو الأسفل هي الترجويد بليت اللي هي بيها ميديال and lateral بليت. الترجويد بروسس بيها ميديال and lateral بليت. آخر شيء اللي هو الإثمويد بون، هو bone that form the major portion of the middle part of the face between the orbits. يعني هو الجزء الوسطي بالوجه ما بين العينين هو اللي يكون الإثمويد بون. Help form the orbit
نيزل كافيتي يعني هيكون محجر العين، تجويف الأنف، نيزل سبتم اللي هو الفاصل الأنفي الوسطي، and anterior cranial fossa وقلنا الحفرة الدماغية الأمامية. There is one ethmoid bone وهو عندنا ethmoid bone واحد. يعني شوفوا بهاي الصورة هذا هو الإثمويد بون. الإثمويد بون أيضا دي بارت اللي هو بربنديكولار بليت، من اسمها بربنديكولار يعني عمودية، أفلات بليت ذات إكستند فروم ذا سيربروفورم بليت اللي هي راح نجي عليها تو فورم بارت أوف ذا نيزال سيبتوم. Articulate with the vomer bone inferior. The vomer bone راح ناخذها بالمحاضرة القادمة. فهي اللي نسميها perpendicular plate. هاي cribriform plate اللي هي أفقية تنزل من عندها وحدة عمودية نسميها perpendicular plate وتكمل بعدين ويا ال vomer bone. الكريبريفورم بليت هي horizontal plate قلنا أفقية from the superior surface of the ethmoid contain numerous foramina for the olfactory nerve. يعبر من عندها الأعصاب المسؤولة عن حاسة الشم تعبر منها إلى الدماغ. الإثمويد labyrinth هو largest part of the ethmoid bone descend inferiorly from the cribriform plate. Ethmoid paranasal sinus are located موجود بهم paranasal sinus نفس الفرونتال. بي شغلتين بي إثمويد بولة والأنسينيت بروسس. الإثمويد بولة هو اللارج إليفيشن أوف ذا بون ارتفاع موجود بداخل العظم، والأنسينيت بروسس هو كيرت بيس جزء معقوف أو يعني معوج. بيناتهن بين الأنسينيت والإثمويد بولة نسميها الهياتس سيمي لانيولار. هياتس سمي سمي لو نارس من هسه من نهاية الهوريزنتال اللي هي الكريبريفورم وقلنا هاي البربنديكولار بليت. هذا هسه مقطع يعني عرضي يعني ساجيتال خلينا نقول. فقلنا هاي الإثمويد بولة وهذه الأنسيني بروس. Thank you very much.